أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، مستمرون في عرض فقرات هذا الصباح لهذا اليوم. وصلنا لفقرة الصحافة اللي بنستعرض فيها أهم الأخبار والعناوين والمنشطات في صحف اليوم الصادرة صباح اليوم. ومعنا للتعليق والتحليل الأستاذة سامية زين العابدين، مدير تحرير جريدة المساء. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك وأهلا بكل المشاهدين، وصباح الخير على مصر إن شاء الله. صباح الخير يا فندم. يعني نبدأ بالحدث الأبرز، يعني خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، تحدث في عدد كبير من النقاط الهامة التي كان ينتظرها الشعب المصري. يعني أولى المواضيع هي قناة السويس، ونبدأ من جريدة الأهرام على طول. ربط الدلتا بسيناء، الرئيس بيقول مشروع قناة السويس الجديدة نجح في توحيد المصريين. هو طبعا بلا شك أن هذا المشروع بعد 4 سنين من يعني عدم وضوح الرؤية، وكان في العديد من المشاكل وتدخلات خارجية كتيرة بأيدي مع الأسف مصريين بالداخل، كان لازم يكون في مشروع يتوحد خلف المصريين، زي مشروع قومي بالضبط، زي مشروع السد العالي. صحيح. فكان لازم يتعمل مشروع قناة السويس اللي اتأخر، لأن المشروع ده كان مفروض هيتعمل أيام جمال عبد الناصر واتأخر، وتعرض على الرئيس أنور السادات واترفض، كان عرضه الجنزوري ثم الكفراوي، بعد كده عرض على مبارك واترفض أو اتأجل. فالمشروع ده كان ملح جدا، خاصة أنت كنت محتاج تنمي سينا، وبالتالي بداية هذا المشروع أن يتم عمله وأقامته بشكل قومي، وكان إصرار الرئيس كان صائب في أن المشروع ده يكون بتمويل مصري في يعني 100% دون أي مساهمة من أي حد، أي قروض أو أي قروض. فكانت النتيجة مبهرة، وكان يعتبر استفتاء تاني قام به الشعب، لأن لما النهاردة الشعب في أسبوع يدفع 64 مليار دولار، يعني طبعا سوري جنيه، فبالتالي ده شيء كبير جدا جدا. دي حاجة، ان احنا نربط الدلتا ده كان حلم، لان مهم جدا. صح، انت عملت الكوبري بتاع السلام اللي موجود اللي في الاسماعيلية اللي بيربط الشرق بالغرب، ولكن بلا شك الاربع انفاق اللي اتكلم عنهم الرئيس ان هم الهيئة الهندسية هي اللي تقوم بحفر الهيئة الهندسية الانفاق دي، ومعاها هم 6 انفاق، 4 منهم هينتهوا في اكتوبر الجاي. لا، هم 8 تمانية. تمانية، 4 حينتهوا فيهم في أكتوبر 2016. تمام، والأربعة التانيين بعد كده حيبدأوا يعملوا بالعمل بتاعها، بحيث إن هو عايز يخلص الأنفاق ومشروعات التنمية بتاعة شرق القنال والغرب خلال 4 سنين، يعني خلال 3 سنين اللي احنا ابتديناها بهذا العام يعني. لا، وكمان يعني عدد كبير من الخبراء بيقولوا ان المشروع ده كمان هيجني استثمارات اجنبيه واستثمارات عربيه كتير قوي للشعب المصري، خاصه مع حفر الانفاق وربط الدلتا بسيناء ومشروع تنميه قناه السويس اللي بدا بالفعل. بالظبط، وهو كمان اطلق مشروع الاحواض السمكيه اللي هتدر على الوطن من 50 أكبر مزرعة سمكية. طبعا أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط. في الشرق الأوسط هتصدر. صحيح. من 50,000 طن إلى 100,000 طن، وطبعا ده شيء كويس، ودي في مكان واحد، لأن أنا عارفة أن في مشاريع تانية أخرى ومزارع تانية بتتعمل في دمياط. إذن أنت بتخلق فرص عمل، يعني لا تقل فرص العمل في مشروع تنمية قناة سيناء عن 2 مليون، بل ستزيد. زائد أنت كمان هتعمل 1.5 مليون فدان تستصلحهم. إذا هو كان 1 مليون، ولكن الرئيس قال هيبقوا 1.5 مليون فدان هيتم استصلاحهم، وبرضه خلال عام. فطبعا يعني أقصد أقول هو ليه إصراره وضغطه في الوقت، لأن الحاجة الماسة اللي بتمس الشعب المصري واللي الناس لازم تحس بيها، إحنا محتاجين زي ما قال، إحنا ما عندناش وقت، إحنا بنصارع الوقت، وبالتالي صحيح. احنا محتاجين ان احنا نشتغل، وعشان كده هم عاملين في الشغل بتاعهم
وعملية التكريك اللي بتتم ناحية بورسعيد والمينا. المينا ده طبعا هيبقى من ضمن 10 مواني من أكبر 10 مواني في العالم، كلها. صحيح. ده كله يعتبر فتح فرص للعمل، مزيد من لشبابنا، استثمارات هيجي الدول من كافة مختلف الدول العالم تستثمر في هذه المنطقة، فبالتالي ده يشعر المواطن المصري بأن بدأت ينابيع التنمية تمطر على الشعب المصري مزيد من لا، واحنا كلنا شايفينها كمان، يعني خاصة مع افتتاح قناة السويس الجديدة. يعني بالضبط بالضبط. طيب برضو مع أخبار الندوة الأمس للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكن نروح لجارة الأخبار. مفاجآت السيسي بعد القناة الجديدة، المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية في سنتين بدلا من 7 أعوام، وإطلاق مشروع المليون فدان خلال أسابيع من الفرافرة والمرجدة. يعني نبدأ بالبداية، العاصمة الإدارية الجديدة سنتين بدل 7 سنوات، يعني كان كل الناس يعني 7 سنين هتتم على 5 سنين، خاصة أن الهيئة الهندسية قالت من 5 سنين لسبع سنين، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال لهم عايز أخلص العاصمة الإدارية الجديدة في سنتين فقط. سنتين بس، هي طبعا مش العاصمة ككل، هو كان طبعا الرئيس يأمل إلى أنه ينتهي من المدينة، لكن هو قال أن احنا المرحلة الأولى سنبدأ بها اللي هي بالوزارات والهيئات الحكومية اللي نبتدي اوريدي فيها في العاصمه الجديده، وده هيوفر مزيد من الوقت وعدم تكدس في القاهره لانه مزدحمه، والوزارات عامله طبعا بلا شك زحام في كل حاجه، فبالتالي دي هتوفر كثير من الوقت. الحاجه الثانيه، هو الرئيس حتى اتكلم على العماله، ويمكن ناشد الشباب، ويمكن أنا طلعت في أكتر من برنامج وكنت هنا برضو نشدت أن الشباب اللي بيخرج يشتغل في أوروبا ومعلوش أي عمل، ما بيشتغلش بشهادته، بيشتغل في أي عمل، سواء بقى في النظافة، سواء في الفنادق، سواء في المطامع، وكمان بيروح بطرق غير شرعية قد يتعرض للموت أحيانا. يعني هو ناشد الشباب أن احنا محتاجين لأيدي عاملة، فلماذا لا تعملوا في بلدكم؟ يعني أنا عايزة، وضربت والله مثل، قلت أوناسيس كان بيشيل حمال على السفن إلى أن أصبح من أكبر 10 مليارديرات على مستوى العالم، وبالتالي أنا مش عايزة شبابنا يخنق نفسه داخل حلم الوظيفة الميري ويفضل قاعد على الكافيهات وعلى القهاوي. يعني هو الرئيس السيسي بالأمس يعني تحدث في النقطة دي كمان، تحدث يعني فيها. فأنا بأطالب شبابنا إن هم يبدأوا ويتقدموا، وخاصة إن هو قال هندربكم، يعني تعالى وهتتدربوا في مراكز للتدريب على الصناعات المختلفة، وتعالى اشتغل بلا شك. وبعدين كمان يا أستاذ سامية، ده مش مشروع هيبقى سنة أو اتنين وهينتهي، المشاريع بدأت يعني من طوفان من المشاريع، مشاريع كتير قوي يعني. وبعدين ممكن الشاب اللي هيبني نفسه وهياخد عائد مالي مجزي، ده بجانب سكن هيبقى في المناطق شرق، في مدن سكنيه، اذا لديك فرصه في الأماكن ان انت دي تبقى عندك اسره. وبعدين يا سيدي، وكمان في تعبير للرئيس السيسي قاله امبارح، قال يعني الشباب هيروحوا ويرجعوا، انا مش عايزهم يرجعوا، عايزهم يقعدوا هناك ويستقروا هناك ويعيشوا هناك ويبقوا لهم بيوت هناك وسكن هناك. بالظبط. اذا يعني فكر ان احنا نعمل مش بس تنميه في المشروعات وننمي سينا، لا ده احنا هننميها بشريا ونطورها ونكبرها، لان احنا مش معقولة نبقى في رقعة صغيرة قد كده متكتلين، حوالي 7% وعندنا اماكن بكر واماكن كان الفراعنة بيستخدموها في زراعات القمح والشعير، كنا سلت المنطقة الأوروبية بالكامل، كانوا بيجوا ياخدوا من عندنا، وكان العرب كمان بيجوا ياخدوا من عندنا. ولنذكر سورة يوسف، سيدنا يوسف عليه السلام، لما الناس نزحت عشان مصر كان فيها الخير، وبالتالي احنا محتاجين تكاتف أبناء الشعب المصري، محتاجين أن كل واحد يقدم بكل ما أتي من قوة من مجهود عشان نبني مصر، لأن مصر ما حدش هيبنيها، احنا مش هنستنى حد يبنيها لنا، ولا هنستنى حد يستثمر في بلادنا إلا إذا كان هناك مصريين
شرفاء موجودين في مختلف دول العالم ودول العربية محتاجين رؤوس الأموال بتاعتهم إنها تيجي تستثمر في بلادهم وينموا وطنهم عشان ولادهم وولاد ولادهم وأحفادهم. وده ضريبة المصريين. إحنا زي ما عندنا شباب بيستشهد يوميا من أجل حمايتنا وحماية تراب وطننا صحيح. والحفاظ عليه محتاجين ناس تشتغل. هنكمل مع حضرتك لكن هنستمع ونشوف موجز لأخبار المال والاقتصاد وبعدين نرجع نكمل مع حضرتكم. مشاهدينا الكرام، يعني الزميلة مجدة القاضي لديها العديد من الأخبار الاقتصادية، هنروح لها وبعدين نرجع تاني نكمل فقرة الصحافة. صباح الخير محمد وصباح الخير لكل مشاهدينا الكرام مع أخبار المال والأعمال. والبداية من البورصة المصرية التي هوت بشكل جماعي لدى إغلاق تعاملات الأمس الأحد مستهل تعاملات الأسبوع هذا، وقد تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 3.22% ليبلغ مستوى 7625.76 نقطة. وهبط أيضا مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بمقدار 2.86% بمعدل نقاط 428.61 نقطة. وطل الانخفاض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 2.21% ليبلغ مستوى 901 نقطة. بالنسبة لفئات المتعاملين داخل السوق، جاء اتجاه المستثمرون المصريون نحو الشراء واستحوذوا على نسبة 96.4%، وجاء استحواذ العرب 1.33%، وكان اتجاههم نحو الشراء، بينما كان سلوك الأجانب نحو البيع وجاء استحواذهم 2.64% من إجمالي التعاملات. يأتي هذا في الوقت الذي اتجه فيه المستثمرون الأفراد نحو الشراء واستحوذوا على 16.75% من التعاملات، في حين مالت المؤسسات نحو البيع وحصلت على 83.24% من التعاملات. ده تحولوا إلى أسواق العملات وسعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى. فوفقا لأحدث بيانات البنك المركزي المصري، سجل سعر بيع الدولار الأمريكي 7.83 جنيه، أما اليورو 8.70 جنيه، الإسترليني 12.25 جنيه. بالنسبة للعملات العربية، سجل بيع ريال السعودي 2.9، الدينار الكويتي 25.90، الدرهم الإماراتي 2.13. ونتحول إلى أسعار المعدن النفيس في السوق المحلي، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 24 ووفقا لآخر البيانات إلى 281.60، وجرام عيار 21 246.40، أما الجرام 18 فوصل إلى 211.20. ختام وقفتنا الاقتصادية كالمعتاد من أسواق النفط العالمية، حيث هبطت الأسعار اليوم بعد انكماش الاقتصاد الياباني نتيجة تراجع الصادرات وإنفاق المستهلكين، مما زاد من المخاوف من أن تكون أكبر اقتصادات في آسيا قد بدأت في الدخول في التباطؤ. في نفس الوقت تراجع سعر النفط الخام الأمريكي 43 سنتا إلى 42.7 دولار للبرميل، وهبطت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت 50 سنتا إلى 48.69 دولار للبرميل. مشاهدينا، كانت هي نهاية وقفتنا الاقتصادية في هذه النقطة. عودة للزميل محمد عبد الحكم واستكمال الجولة في بلد صاحبة الجلالة، فإليه. شكرا مجدة. مستمرون مع حضراتكم مع الأستاذة سامية زين العابدين مدير تحرير جريدة المسا للتعليق والتحليل على أهم الأخبار والعناوين في الصحف المصرية اليوم. ونروح مع حضرتك لجريدة الشروق أيضا مع أخبار الندوة التثقيفية وحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي للموظفين، لن نمس حقوقكم المادية وهدفنا الحفاظ على الدولة وإصلاح جهازها الإداري ومشروعات كبرى قبل نهاية العام، وعلى الأحزاب اختيار مرشحيهم بعناية. يعني زي ما احنا شفنا قانون الخدمة المدنية لاقى عدد من الانتقادات من عدد من موظفين الدولة، والرئيس عبد الفتاح السيسي بيطمن موظفي الدولة وقال لهم يعني لن يمس أحد ولن يضر أحد. كويس ان انت أثرت هذا الموضوع، لان هذا الموضوع انا لدي معلومات في غاية الخطورة، واعتقد ان الحكومة والأجهزة لديها نفس المعلومات. لو جينا تتبعنا المشكلة من يوم 10 اللي هي الوقفة
اللي عملوها قدام نقابة الصحفيين عندنا، هنلاقي ان الاجهزه الامنيه قبل يوم 10 ب 48 ساعه بلغوا السيده المسؤوله الاعلاميه والمتحدثه في المجالات الاعلاميه بانها الوقفات لغت. طلبت، انا بقول لحضرتك معلومات على فكره على الهوى، طلبت خطاب يفيد بان الوقفه اتلغت. بالفعل اعطوها هذا الجواب. فما كان من هذه السيده الناس كتير جدا عارفينها كويس جدا، إلا إنها أخفت هذا الخطاب ولم تعطي فكرة لكل من اشترك. طيب ما كان من الجهاز عندهم في المكتب إلا إن اكتشفوا هذا، فراحوا عاملين بيان بلغوا فيه الناس وبيخلوا مسؤوليتهم. طيب ليه أجهزة الأمن لغت هذه الوقفة؟ أنا أقول لك بقى ليه. لأن النقابات المستقلة اللي أنا مش قادرة أفهم لحد النهاردة ليه الدولة سكتة عليهم وليه ما بتاخدش منهم مواقف. لما تبقى هذه النقابات المستقلة تتحرك بشكل مريب داخل المحافظات وتجيب 500 أكتر من 500 أتوبيس فاخر تلم الناس فيه من المحافظات وتعمل لقاءات في المحافظات وتقول لهم لازم تتجمعوا ولازم نبقى أكبر عدد عشان نجبر الحكومة على إلغاء القانون والحصول على مزيد من الحوافز، لما الناس دي ينزلوهم في فنادق قبل الوقفة بثلاث أيام، لما يبقى يدفعوا لنقابة الصحفيين عندنا عشان يأجروا القاعة الرئيسية بثمان تلاف جنيه وهم معهمش فلوس، هنا لازم نعرف ان في ايدي خفية بتلعب. لما يبقى عدد، مش الكل، عدد من الناس اللي في النقابات المستقلة لديهم باسبورتات امريكية، لازم نفهم كويس جدا ايه الموضوع. لما يبقى في عدد منهم لسه راجع من الولايات المتحدة الامريكية، ولما يطلع وزير الدفاع الاسرائيلي يقول ان مصر لن تشهد استقرار بعد سقوط مبارك، الكلام ده قايله من فترة، إذن هناك من يحاول أن يلعب في شأنه. وشمعنا النهاردة هذا القانون من ديسمبر الماضي وتم مناقشته، والقيادات السياسية في البلد من وزير المالية ووزير الاستثمار وكله قعدوا معهم أكتر من 36 لقاء. اشمعنا هذا تم بعد افتتاح قناة السويس؟ واشمعنا تم بهذا الشكل الفج؟ ولما يبقى فيه وزير سابق بيحرك الناس دي وواحد رئيس جمعية حقوقية بيحرك الناس دي، لازم نفهم ان الموضوع اكبر من ان موضوع ان الموظفين هتهدر او ما تهدرش. لان انا سمع وزير تأكيدات الحكومة كلها، رئيس الحكومة المهندس ابراهيم محلب وايضا رئيس عبد الفتاح السيسي قال ان ما حدش هيدار، مش بس كده، ووزير التخطيط اعلن واتكلم. اذا من الذي يحرك هذه الموضوعات؟ هناك جزء ليبرال يتبع الولايات المتحدة الأمريكية وراء هذا، وهناك جزء تابع الإخوان المتأسلمين يتبع هذا الموضوع، وفي النهاية بيلعبوا بعقول بعض الموظفين والناس اللي هم مش فاهمين ومش عارفين والبسطاء من العاملين، وبيحاولوا يحركوا باقي النقابات. إذن هناك أيدي خفية تلعب. على المواطن المصري أن يعلم جيدا أن هناك شيء ما يدور تحت السطح. الولايات المتحدة فشلت في أنها تحقق أغراضها في الإرهاب ووقوف القوات المسلحة والشرطة تجابه هذا بشكل رائع جدا وسيطرتها على سيناء، مش قادرين يعملوا الفتنة الطائفية. طيب احنا بقى الولايات المتحدة الأمريكية هنلعب لكم بالشائعات الجيل الخامس من الحروب اللي شغالين فيه، وهنلعب لكم في الاقتصاد عشان نضرب لكم الاقتصاد. شفنا زيارات أوباما المريبة لأثيوبيا مؤخرا والبعض الدول الأفريقية لمعاقبة مصر وشد ودن مصر على أنها أخذت أسلحة من روسيا ومن فرنسا، وأنها بتتعاقد وبتحاول أنها تقف على رجليها. إذن أنت تحارب وتجابه دولة استعمارية تريد أن تنفذ مشروعها بأي شكل. عايز أقول لحضرتك أستاذ سامية، يعني في الجزئية دي الرئيس عبد الفتاح السيسي قال نصا أن الرواتب لم تخفض وعلاوات الموظفين لم تمس، التي تبلغ أجورهم 218 مليار جنيه سنويا بعد أن كانت 70 مليار جنيه.
قمت بتطبيق الحد الأدنى للأجور بواقع 1200 جنيه شهريا. يعني الكلام كله في صفوف الموظفين الدولة وموظفي الجهاز الإداري للدولة. يعني إذن الذي يلعب في هذا الشأن هم من يتبع التي تحاول النيل من مصر وتحاول تركيع مصر، ولكن لن ترقع مصر ولن يرقع الشعب المصري حتى لو وصلنا إلى أننا نأكل وجبة واحدة في اليوم. إحنا مش هنرقع ولن نسمح أبدا لهذه الدولة الاستعمارية التي تريد تحقيق مآربها من أجل مصلحة الدولة الاستعمارية الصهيونية في إسرائيل. بطالب الشعب المصري كله أنه يعي جيدا أن المرحلة القادمة ستشهدون مزيدا من الإشاعات ومزيد من التبجح على الدولة المصرية ومزيد من التبجح على القيادة السياسية والحكومة. علينا أن نلتف حول قيادتنا، علينا أن نلتف حول قواتنا المسلحة والشرطة، نؤازرها جيدا، لأن المرحلة القادمة الحالية اللي احنا فيها ستحاول النيل من هذه. في الجزئية دي أخيرا أستاذة سامية، الرئيس عبد الفتاح السيسي بيقول على الأحزاب اختيار مرشحيهم بعناية، يعني خلاص يعني الخطوة الثالثة من خريطة الطريق وهي الانتخابات البرلمانية خلاص هي مقبلة يعني تقريبا قبل نهاية هذا العام، وبيناشد الأحزاب أنها تنتقي المرشحين خوفا من الاندساس في الولاء الحزب الوطني وأيضا من الجماعات الإسلامية والإخوان المتأسلمين. عايز أقول لك أن مع الأسف الشديد إذا كان السيد الرئيس يناشد هذه الأحزاب إلا أنني على يقين بأن الأحزاب مع الأسف الشديد بتحصل أحيانا. وصل الرقم إلى مليون ومليون ونص واثنين مليون لإدراج بعض هذه الشخصيات، سواء من الفاسدين سياسيا والذين أفسدوا الحياة السياسية قبل 25 يناير والإخوان والسلفيين. وبالتالي على الشعب المصري ودورنا إحنا كإعلام التوعية أننا نعلن صراحة عمن أفسد، كلما من تقدم أحد من هؤلاء إلى الترشح ودخل هذه الأحزاب علينا أن نفصح هذا للمواطن المصري، نبصره، نكون له الناصحين بأن هذا يتبع كان من الفاسدين في الحزب الوطني، بأن هذا، لأن مش كل الحزب الوطني فيه ناس محترمة، وأن هناك من الشخصيات المتأسلمة التي تتبع التيارات الإسلامية المدعية الإسلام المختلفة، سواء إذا كانت الجماعة الإسلامية سواء إذا كانت جماعات السلفية، لأن هناك العديد من الجماعات السلفية أو تلك الجماعة الإرهابية. علينا جميعا نحن الشعب المصري أن نتقي الله في وطننا، أن نراعي الله في ضميرنا، وأن ننتقي النائب الذي سيقف من أجل تنمية مصر ودعم الدولة المصرية وإنشاء دولة مصر الجديدة اللي كلنا بنحلم بيها واللي كلنا منتظرينها، مش عشاننا إحنا بس ولكن عشان ولادنا وولاد ولادنا. طيب نروح مع حضرتك لجريدة الأهرام. خلال جولة بوسط المدينة استمع فيها لشكاوي الأهالي، محلب يطالب بوضع جدول زمني للانتهاء من مشروعات الأقصر ويشكل لجنة لدراسة موقف أرض سافوي المطلة على النيل. يعني تابعنا كلنا زيارة المهندس إبراهيم محلب لمدينة أو محافظة الأقصر يعني بالأمس تقريبا، واستمع عدد كبير من شكاوى الأهالي ووجه بانتهاء المشروعات التي تقام في مدينة الأقصر بأسرع وقت. الحقيقة يعني الحكومة مع الأسف الشديد وبعض المحافظين يعني لا يستطيعون اللحاق بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أو السيد رئيس الوزراء، وشايفين أن هناك قصور في العديد من بعض الأماكن، وإحنا محتاجين أن السادة الوزراء والسادة المحافظين أن يظلوا في أماكن محافظاتهم، ليس في المكاتب ولكن على أرض الواقع، يتابعون المشاكل وإيجاد الحلول لها. لكن إن إحنا نبقى قاعدين في مكاتبنا وسايبين الدنيا حيص بيص زي ما بيقولوا، أعتقد إن حان الوقت إن إحنا لابد الناس إنها تشتغل. وأعتقد إن الرئيس وجه
هذا الكلام في خطابه صراحة، أن الذي لا يعرف عليه أن يسأل والذي لا يستطيع أن يسأل عليه أن يرحل ويستأذن ويقول أنا غير قادر. لا، وعدد كبير كمان من المرحلة مش عايزة يا جماعة إن عدد إحنا كبير من النقاد. أستاذ سامي بيقول هو لازم رئيس الوزراء هو اللي يروح، ولازم رئيس الدولة هو اللي يوجه. طب فين المحافظ؟ فين رئيس مجلس المدينة؟ فين الوزير كلها اللي بيخلصوا تلك يعني المهزلة المشاريع؟ مهزلة في وزارة الصحة بكل المقاييس. شوف المستشفيات، شوف التردي. هو احنا لازم الرئيس يدي قرار للهيئة الهندسية وللقوات المسلحة اعملوا؟ يعني حرام. انا شايفة ان لود كبير جدا على قواتنا المسلحة، ان احنا بنقحمها في كل شيء. والهيئة الهندسية الى متى كافة الاجهزة رفع قضيها وسايبة هذا الموضوع؟ يعني إلى متى نرى هذا يعني؟ طيب أستاذة سامية، من النهضة الاقتصادية اللي احنا شايفينها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وبارقة الأمل اللي بنلاحظها في الأونة الأخيرة، إلى نهضة أخرى، النهضة الثقافية وبارقة أمل جديدة، المسرح القومي يعاد مرة أخرى للحياة بعد أن أغلق لفترة كبيرة، وافتتاح المسرح القومي الذي كان قد يعني أغلق أبوابه منذ فترة كبيرة يعاد مرة أخرى، ويعرض مسرحية ألف ليلة وليلة للفنان الكبير يحيى الفخراني. معنا الأستاذ محمد عبد الفتاح الناقد الفني، كلمنا عن عودة المسرح القومي مرة أخرى للحياة الثقافية والحياة الفنية. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا بك أسلم. يعني احنا بنبارك لحضرتك مرة أخرى عودة المسرح القومي للحياة الفنية، ويعني غيبة طال انتظارها زي ما بيقول عدد كبير من الناس، وبدأ بعرض قوي فني للفنان يحيى الفخراني. الحقيقة عودة المسرح القومي هو عودة الروح إلى الحياة الفنية. صحيح. لأن المسرح القومي بيمثل قيمة كبيرة جدا في تاريخ وتطور الحياة الثقافية في مصر، وكان هذا المسرح هو المنارة الكبرى للثقافة المسرحية في مصر، والأعمال التي عرضت عليه الحقيقة ساهمت مساهمة كبيرة في تطوير المسرح وتطوير الكتابة المسرحية وتطوير الفن المسرحي. وأعتقد أن عودة هذا المسرح إلى العمل وإلى يعني نشر نور الفني هو مكسب كبير جدا للحياة. صحيح. الثقافية، ويجب أن نتعاون جميعا على أن يحافظ، أن نحافظ على هذا الصرح بأن لا يغلق أبوابه أماما، سواء هو أو غيره من مسارح الدولة. فإحنا نحن في ثورة، وهذه الثورة تحتاج إلى إضاءة وإلى تسوير وإلى تثقيف. وأعتقد أن مهمة المسرح بالإضافة إلى السينما تقديم هذه المعونة في الوقت الحالي لكل أفراد الشعب المصري. المسرح القومي هو مكسب كبير جدا بعودته للحياة المسرحية، وهو مكسب أيضا. لا كمان أستاذ محمد، يعني مش المسرح القومي عاد لمجرد العودة، هو عاد بأعمال فنية كبرى، عاد بفنانين كبار. شفنا يعني الأستاذ يحيى الفخراني بيقدم مسرحية كبيرة ألف ليلة وليلة. أيوة، دي مهمة المسرح القومي، لأنه هو المنارة الكبرى أو العلامة الكبرى في الحياة المسرحية. صحيح. ويمثل منارة ثقافية كبيرة. وأعتقد أن مهمة المسرح القومي وباقي المسارح أن تعمل للغاية من أجل ومن أجل تقديم ثقافة حقيقية تثري الحياة الثقافية والحياة الفنية. طيب أستاذ محمد، إحنا معنا الأستاذة سامية زين العابدين مدير تحرير جريدة المسا، عايزة تسأل حضرتك سؤال. أهلا، صباح الخير يا أستاذ محمد. صباح الخير يا أستاذ. أستاذ محمد، أنا طبعا بكن كل تقدير واحترام للمسرح القومي، وخاصة أنا من المريدين إليه، ودايما كنت بروح. طبعا. لا أنا كنت بحضر كثير، وحضرت للفنان طبعا يحيى الفخراني، والفنان حسين فهمي، والفنان نور الشريف، والفنان عزة العليلي، العديد من المسرحيات القيمة ذات القيمة والمعنى للفن. ولكن أنا أتمنى وبرجو من حضرتك أن احنا نرى خلال الفترة القادمة فن راقي، لأن احنا شفنا أفلام هبطة، شفنا مسلسلات أكثر هبوطا،
لا تمثل البيئة الوطنية المصرية، بل تحرض على العنف، تحرض على الفسق. يعني ظهر من خلال الفن مع الأسف، وفنانين كبار اشتركوا في هذه الأعمال، أن مصر وكأنها كلها بتضرب بانجو وبتضرب حقن وبتشم، وأن أغلبية نساء مصر عاهرات. أنا أرجو من حضرتك أن نرى القيمة الفنية التي عشقتها وأنا طالبة في الجامعة، كنت بحوش مصروفي عشان أروح أحضر مسرحيات في المسرح القومي. أتمنى أن يقود المسرح القومي المصري بجانب مسارحه الأخرى قيمة فنية تجبر هؤلاء المدعين الذين يبحثون عن ثراء سريع أن نعود بالفن الراقي المصري. هو الحقيقة دور المسرح القومي تحديدا تقديم الروائع الإنسانية وتقديم الروائع التي تخدم المواطن المصري في أي مكان، ودور نشر الثقافة زي ما قلنا، ونشر الثقافة المسرحية دي مهمة جليلة كبيرة بتقع على عاتق المؤلفين وعلى عاتق المخرجين وعلى عاتق الممثلين. احنا عندنا كتاب مسرح كبار وعندنا مسرحيات تخدم الهدف القومي وتخدم الحياة المسرحية. هو كل المطلوب ان احنا نفتح النوافذ لهؤلاء الكتاب، وخصوصا لدينا كتاب جدد لديهم الرؤية الواضحة لمشاكل المجتمع ولتطويره. والمسرح هو ابو الفنون كما حضرتك تعرفي، وبالتالي اهتمامنا بالمسرح يجب ان يكون اهتمام حقيقي وتقديم كل العون له، سواء من خلال تقديم الوسائل الفنية الحديثة، تقديم الدعم المالي، اكتشاف الممثلين الذين يستحقون الوقوف على خشبة المسرح القومي، لأن هو بيكون المنارة والمثال الحقيقي على تطور الفن المسرحي. صحيح أستاذ محمد، وإحنا كلنا واثقين أن المسرح سيعود لسابق عهده مرة أخرى وللريادة في الفنية في مصر مرة أخرى. أستاذ محمد عبد الفتاح الناقد الفني، أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. شكرا يا أستاذ. يعني ده خبر بصراحة أسعدني، هو عودة المسرح القومي من جديد. الأستاذة سامية زين العابدين مدير تحرير جريدة المثل، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. أنا بشكرك وبشكر المشاهدين، وبرجو من كل مواطن مصري أن يتأكد أن الدولة تسير في خطى ثابتة وخطى قوية، وعلينا أن نقف خلف دولتنا، لأننا في حالة حرب، ومع الأسف حرب غير شريفة تتخذها عدة دول وأجهزة استخبارات لتنال من الدولة المصرية، ولكن رب العزة حافظ بلدنا وحافظ جيشنا وحافظ مصر إن شاء الله. أستاذ سامية زين العابدين مدير تحرير جريدة المساء، بشكر حضرتك شكرا جزيلا مرة تانية. مشاهدينا الكرام، دي كانت فقرتنا النهاردة في هذا الصباح، بشكر حضرتكم شكرا جزيلا. غدا بإذن الله حلقة جديدة، دمتم في أمان الله.